يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم أبلغ محمد عبد الشافي إدارة نادي الزمالك إنه سيودع رسمياً كرة القدم محمد عبد الشافي اعتزل الكرة محمد عبد الشافي واحد من أعظم لاعبي كرة القدم المصرية على مر التاريخ أهو ده اللي يتقال عليه أسطورة نادي الزمالك ده اللي يتقال عليه اسم كبير في تاريخ نادي الزمالك زي اسماء كبيره وتاريخيه واساطير مروا على نادي الزمالك. ليه محمد عبد الشافي ينفع يتقال عليه اسطوره في تاريخ نادي الزمالك؟ لاعب شارك في العديد من البطولات والانجازات مع نادي الزمالك، لاعب على مستوى المهارات والامكانيات، واحد من افضل زهراء الجنب في تاريخ الكره المصريه عموما مش بس نادي الزمالك. ضيف على ده الحاجه الاهم الاهم من كل اللي فات ده ايه الاخلاق دي؟ ايه الاحترام ده؟ ايه الادب ده على مدار المشوار بالكامل؟ مفيش لحظه واحده محمد عبد الشافي عمل مشكله، مفيش لحظه واحده محمد عبد الشافي قال تصريح مثلا يعمل مشكله محمد عبد الشافي ما تلاقوش مثلا حاطط عنده على اي اكونت مثلا على السوشيال ميديا السوشيال ميديا حاجه تعمل مشكله تعمل اثاره تعمل تعصب تعمل ازمه يهاجم لاعب يهاجم مدرب يهاجم اداره ما فيش مره يطلع يقول مثلا انا كنتش باخد مستحقاتي انا عندي مشكله في الفلوس انا عقدي قليل انا عقدي فيه مش عارف ايه ده من 3 أربع سنين 2018 تقريبا على ما اتذكر يعني او مش 2018 كده 2018 ايه اه 2018 راجل هو جاي يجدد التعاقد بتاعه تمام كان في مشكله ماديه في نادي الزمالك قال لهم خلصوا باقي اللاعبين والتعاقدات والفلوس اللي عليكم وبعد كده نيجي نتكلم على العقد بتاعه والفلوس اللي هاخدها ولا مشكله ولا ازمه ولا حوار ولا انا اللعيب الكبير ولا اللعيب التاريخي حتى لما رجع من الاصابه وبقى جاهز انه يلعب مع نادي الزمالك قاعد على الدكه موجود بيلعب موجود يلعب سنتر باك في خطه من الخطط موجود العبك مهاجم موجود الراجل ده اللي جاب من سنتين للزمالك الدوري بهدفه في الاتحاد لو تفتكروه هو كان موجود في منطقه الجزاء واحد من اللاعبين المؤثرين 38 سنه في عمر محمد عبد الشافي من 2010 موجود في نادي الزمالك وقبل نادي الزمالك غزل المحله هو لاعب دايما مؤثر لاعب دايما كبير لاعب دايما رائع لاعب دايما مش بيبخل بأي جهد في حياته، وزي ما قلت في الأول خالص محمد عبد الشافي ينضم لقائمة مش كبيرة من اللاعبين، قائمة يعني مختصرة من اللاعبين اللي لو سألت منافس أي منافس مش بس الأهلي، أي منافس للزمالك إيه رأيك في محمد عبد الشافي؟ هيقولك أول جملة اللاعب المحترم، أول جملة، قبل ما يقول لك بقى لاعب كبير ومهاراته كبيرة وإمكانياته كبيرة وكل الكلام ده أول جملة أي حد هتقابله تقول له إيه رأيك في محمد عبد الشافي؟ يقول لك آه لاعب محترم لاعب محترم هاي اللاعب المحترم دي اللي بتفضل سيرة طيبة طول عمر اللاعب في الملاعب وبعد ما بيعتزل كمان أنا متأكد مثلا مثلا يعني لو محمد عبد الشافي ده جماهير منافسة قابلته في الشارع هيوقفوه يتصوروا معاه ويقولوا له إحنا بنحبك متأكد مش هيقولوا مثلا ايه ده يا عم انت بتلعب في النادي المنافس مش آه مش بنحبك مستحيل لا عمره طلع مثلا لمح ولا لقح ولا مثلا عمل زي ما بيقولوا كده قصف الجبهات واصل الاهلي ومش عارف ايه واصل الاهلي بياخد حقه ازاي ولا مش عارف الاهلي عنده مشاكل في إيه ولا الاهلي بيعمل ايه ولا ولا بيتكلم عن المنافسين كلهم ولا الهوا ولا على فرقته طبعا ولا على نادي اللي بيعشقه نادي الزمالك طبعاً في اسوا محمد عبد الشافي عاش مع نادي الزمالك اسوا ظروف ممكنه على فترات متباعده ومختلفه لعمره الف مستحقاتي لعمره الف عادي ده حتى لما طلع الدوري السعودي مع اهل جده بيطلع بدون ازمه بدون مشكله بدون حكايه بدون حوار راح اهل جده والزمالك بصراحه برضو وقتها كرم محمد عبد الشافي وسابه يطلع عشان ساعتها محمد أبو العبد كان عقده قليل جدا في نادي الزمالك رغم ان هو كان اهم لاعب في الفريق وسابوه يطلع عشان يبقى عنده مقابل مادي كبير راح واشتغل مع اهلي جده وعمل معاهم انجازات عديده دوري وكاس وحاجات كتيره قوي ولما راح الفتح السعودي كان لسه من كام يوم معانا رئيس شركه الكره في نادي الفتح قال لك سيرته عظيمه هناك عند جماهير الفتح ودايما بيقولوا عليه اخلاقه و... وادبه قبل ما بيتكلموا كمان على فنياته سفير لمصر رائع جدا بيقدم مجهود كبير جدا ويتعامل باحترام شديد جدا خد بالك انا شخصيا لعمري التقيت محمد عبد الشافي لا بمستوى شخصي ولا حتى في اي برنامج على مستوى لقاءات او مقابلات بس تعشق محمد عبد الشافي تحب محمد عبد الشافي تحترم محمد ليه بقول الكلام ده كله وبمدح في الراجل المدح اللي يستحقه ويمكن اقل من اللي يستحقه كمان عشان هو ده المثل والنموذج اللي نحب نشوف عليه كل اللاعبين كل اللاعبين مش بس في الزمالك، كل اللاعبين اللي في مصر. اهو ده ده النموذج الاقرب للمثاليه، الاقرب ما بقولش دايما مثالي عشان ما فيش حد مثالي، بس الاقرب للمثاليه في لعيب كره القدم. ما فيش فنيات مش هتقول غير عليه من اعظم اللاعبين اللي لعبوا في المكان ده أه على مستوى الاخلاق ما فيش بعد كده على مستوى احترام المنافسين ما فيش بعد كده على مستوى حب الناس ليه بمختلف الانتماءات مفيش بعد كده بصراحه الواحد يزعل في ناس كده زي محمد عبد الشافي لما بتعتزل الكوره بس خلاص هي سنه الحياه لما بتعتزل الكوره بيزعل ويتضايق ويقول هيجي لنا امتى تاني واحد زي محمد عبد الشافي بتقعد تستنى وتسال عشان نوعيه محمد عبد الشافي هي نوعيه بقت قليله جدا للاسف يعني للاسف فيا بقى الكتير اللي مش زي محمد عبد الشافي ياخدوا من محمد عبد الشافي ويتعلموا